السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل مشاهدي الكرام في دربة المباشر من الملعب الكبير بطنجة. ورحب بكل مشاهدين داخل وخارج أرض الوطن وعلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. في البداية رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. سنتابع بعد خليل مباراة كبيرة، مباراة ودية دولية ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي المصنف أول عالميا منتخب سيليساو في ضيافة أسود الأطلس للمنتخب المغربي الذي حقق إنجازا كبيرا في مونديال قطر بإنهاء المنافسات رابع العالم. سيكون بعد قليل في ضيافة هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بأنه منذ ساعات طويلة بل هناك عدد من فضل الإفطار هنا بالملعب الكبير بطنجة من أجل المتابعة ومن أجل مساندة العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. أمامنا طاقم تحكيم هذه المواجهة الحكم صادق السلمي من تونس، والذي سيقود المواجهة بمساعدة محمد بكير وحسن خليل حكم الرابع ومصطفى كشاف على المستوى. سفيان أمرابط لاعب فريق، ولو أن وليد الكناكي اختار بأن بلال خنوس أن يكون حاضر في بداية هذه المباراة. وناحي يحاول يمرر التمرير لكن أشرف حكيمي، هناك خطأ بالفعل، كان تدخل ديال أليكس نيكولاو. سعد في هذا اللقاء تبعد محاولة حكيم سيس رفعت كرة فرصة وتدخل الدفاع إبعاد الكرة. الدوري البرازيلي انتهى بداية نوفمبر الماضي، انطلاقات وسرعة فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز المنتخب البرازيلي من الجهة اليمنى وسط لاعب إيمرسون. حكم كيبدا خطأ الدوريات الكبرى على المستوى الأوروبي. ويمتص الحماس ديال المتعاون المغربي حكيم زياش، تدخل الريان القطري. هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ، حكم المساعد رفع الراية وبالتالي كان خطأ. حكيم زياش كيرفع الكرة فرصة على المستوى الأخطاء وكذلك على مستوى الزاوية بشكل كرة من الجهة. فرصة تمريرة زياش تسديد وتدخل، استرجع كرة بشكل ممتاز حكيم زياش عند سفيان بوفال. محاولة مرة وغلط العودة ديال لوكاس تورينتينو وفينيسيوس، كرة خطيرة تدخل داخل المنطقة الجزائرية وتطلع عند لوكاس تورينتينو. خطيرة، فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي، كرة مشات فوق المرمى. أبرز محاولة جاء لاعب أليكس نيكولاو، كرة بعيدة خارج الكرة، فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي نصير مزرعه ولكن وأوروبا في الوقت هذا المحاولة لممثل القارة الأفريقية الجنوبية منتخب البرازيل. تدخل واسترجاع هذا المباراة تبعد المحاولة وسط فينيسيوس جونيور تبويوس نصيري. فرصة مرات جانبا، فرصة الهدف مرات جانب الوسط. نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة، تمريرة ممتازة. برشلونة في الوقت هذا المحاولة ثلاثة متعبرة في الجانب الكرة طويلة، لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو كنقول بأنه بقميص المنتخب المغربي. أشرف حكيمي سترجع الكرة بشكل مبين، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائدة المنتخب البرازيلي. الوقت اللي هناك الوطني المغربي وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان متابع خطا، كان هناك تدخل محاوله بلال الخنوس والبحث عن ضربه العصيه، لعبت كره دائريه، فرصه خروج الحارس، فرصه وبوفال هدف اول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحة كبيرة للجماهير المغربية. جولة أولى مثالية، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين جنوزرا، فينيسيوس وأشرف حكيم. فينيسيوس جونيور كانت خطيرة، هداء تسديدة مشات فوق المرمى للفرحة اللي يقولوا كل المغاربة. لعبت الكرة عز الدين أوناحي يمكن يرفع الكرة بالفعل، ترفعت عز الدين أوناحي. شو يعمل عز الدين أوناحي؟ تمريرة، فرصة، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كان ضيع. ممتازة يعني القراءة دي، محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كانت تدخل سفيان أمرابط الحكم كيعني لها خطأ لفائدة المنتخب. تدخل المنتخبين إلى أرضية الملعب في الوقت كانت تبعوا هذه الأجواء الجميلة هنا بطنجة. والوطني المغربي مرة أخرى أشرف حكيمي حاول الرغو
تسديدة قوية لحكيم زياش، ولكن الكرة كتمشي بوفال عند النصر المصراوي وحاول يمرر يا أشرف حكيم، يحاول يمرر في اللاعب يوسف النصيري كبار، لكن هذا أو تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديدة قوية لرودريغو سيلفا، لعبات كرة دائرية رأسية أشرف حكيمي فرصة بدأت المنتخب المغربي انطلاق على مستوى الوسط سفيان أمرابط، لاحظوا ثلاثة اللاعبين هناك خطأ، هناك خطأ واضح، خطأ واضح وبدأت المنتخب الوطني المغربي بلال خنوس، بلال خنوس دخل داخل المنطقة البرازيلي، فرصة 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 أوه عز الدين أناحي، وتدخل حارس ويفرتون لبعد الكرة عز الدين أناحي، تسديد فينيسيوس جونيور، تدخل سفيان أمرام، دفاع دائما فرصة، تدخل وإعادة الكرة ممتاز، غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة للزاوية خلال هذه النسخة العالمية، جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة، كانت خطيرة هذه المحاولة، لعبات الكرة دائرية لابد من إبعاد الكرة بالرأس بالفعل، فرصة تصل كذلك رودريغو، فرصة داخل منطقة الجزاء، تدخل منطقة الجزاء، لعبات الكرة الرأسية خطيرة خطيرة لابد من محاولات تدخل تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أخرى خطيرة في منطقة الجزاء، رفعت الكرة في القائم الثاني، تدخل كرة أمام يوسف النصيري خطيرة، وهدف هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العميد كاسيميرو، ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب البسيط مرمز من العناصر الوطنية، لعبت كرة دائرية فرصة تدخل رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل فعل الكرة خرجت هدف يحيى عطيت رفع الكرة فرصة فرصة هدف فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابرين